المرأة هي اللي كاينه في الدار، المرأة هي كل شيء في الدار، المرأة هي كل شيء، ما كاينش ما كانش برا مزيانه ما الراجل ما عنده حتى حاجه. هو تجي تلقى كل شيء موجود، حويجات مصبنين، تلقى الماكله طيبه، هذا الشيء راه بزاف. الوليدات تقابلهم لك، المرأة تقابل، انت تمشي تخدم وتجي، انت عارف تخدم وتجي تعطي الفلوس، هي راه كتقابل لك كل شيء. ابقى غير مع نهار مع الدراري يحمقوك. المرأة كتخدم معقول، المرأة كتخدم معقول، ما نجيك من الاخر، المرأة كتخدم معقول، ماشي تخدم من نيتها. يقدر الراجل ما يخدمش من نيته، ما يعطيش داك الشيء اللي عنده، المرأة كتعطي داك الشيء اللي عندها وكتمشي بالنية ديالها. هذا الشيء اللي كاين، قيمتها كبيرة، هي في الحقيقة قيمتها كبيرة، ولكن باش اللي قلتي لي المرأة ملي كيتوفى لها الراجل، راه ماشي هي الراجل اللي كتوفى ليه المرأة. المرأة اللي كتوفى لها الراجل كتكون هي عارفة شنو كدير في الدار، هي اي غتخرج تخدم، ولكن ماشي بحال الراجل، الراجل خصو يخدم في الدار وفي الزنقة، ياك؟ ماشي. والمرأة لا، المرأة كتكون يعني دارها هي، راه ربة بيتها هي، اي خصها تكمل المسيرة ديالها غير من ناحية الخدمة، ولكن إلا كانت بدراعها وداك الشيء راه غتخدم، ما غاديش تلاقي ما غاديش يعني مثلا ما غتلقاش واحد المعاناة، غتخدم بدراعها يعني تبارك الله ما شاء الله، وتكون حامدة ربي وشاكرة. مي الراجل لا، الراجل خصو يدخل للدار غادي يخدم في الزنقة، ولكن ملي غيدخل للدار خصو مسكين اللي يغسل له الماعن، خصو اللي يطيب له، خصو اللي يدور به، ماشي بحال المرأة اللي كنموت لها الراجل. في الوالدة ديالي زعما إلا ما كان يعني في إلا دخلت للدار وما لقيتهاش يعني راه بحال إلا خاصني شي حاجة ضروري كنلقى يعني، ملي كان إلا بقيت غير بوحدي ما يمكنش، حتى أنا عندي مزوج وعندي وليداتي يعني، كندخل كنلقى المرأة كنلقى الوجد ليا كل شيء يعني داك الشيء اللي بغيت، يعني إلا ما كانت يعني بحال إلا خاصك شي حاجة في الدار.